نعم وحشتيني. كان فيه وخلص. يجي تاني؟ يا سلام، هو في احلى من بيع والشراء؟ والشوال اللي يخلص نملاه؟ انت هتمشي ولا صوت ولم عليك العماره؟ ولا يهمني، اصل انا اموت في الفضايح. انت اصلك هتصرخي ونروح الجسم سوا ونعملوا محاضر في بعض، وفي الاخر يعني التحريات هتثبت انك يعني ولا مؤاخذه، وفضحتك في العماره هتبقى بجلاجل، وانا في الاخر هخرج منيها ولا حد هيسمع عني حاجه، ولو حد سمع عني حاجه هيقولوا واد فالت مش لاقي حد يلجمه، او هيحسدوني ويقولوا يا ابن اللذينة صايع. ها ندخله ولا تصرخي؟ يبقى ندخل. بقول لك ايه، الحركه الوسخه اللي انت عملتها فيا دي مش هعديها لك وعمري ما هنساها. يعني انت اللي حركاتك زينه قوي؟ ما انت كنت عايزه تنفضيني، وانا ما بحبش اللي يشتغلني. اتضايق قوي. طب افرض يا اخي اني بستنصح عليك شويه، وفيها ايه يعني؟ ما تعديها لي بمزاجي. وانا قلت حاجه غير كده؟ ما كله بمزاجك. بقول لك ايه، وحياه ابوك قوم امشي من هنا، عشان انا بقى بصراحه مش طايقاك. مش بمزاجك. لا انا ما قلتلكش ان انا قررت ان من هنا ورايح كل حاجه تبقى بمزاجي. لا يا حبيبي، ما عادش خلاص. ايه دي؟ ندى بتقول لي الفلوس لا؟ لاني بصراحه كده اكتشفت ان الفلوس مش كل حاجه. حقيقي؟ حقيقي. من ساعه ما سبتني لوحدي في الاوتيل من غير ولا مليم، فاكر؟ ساعتها لقيت نفسي لوحدي، مش لاقيه حتى حد يطبطب عليا. قلت يا سلام يا بت لو في حد يحبك بجد. اسكت، مش أنا اكتشفت إن الحب ده أهم حاجة؟ الحب؟ وده من متى؟ من النهاردة. وماله؟ الواحد يحب زي ما هو عايز ويتشحتف كمان. بس بقى اللي أنا عايزه ده حاجة تانية خالص. أنا مش معترض إنك تحبي، أنا معترض إنك تخلع مني، لأن ده مش هيحصل.